نقصا على حماية المواطن وممتلكاته وضمان السكينة والأمن العموميين، أطاحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكوينين بشبكتين إجراميتين مختصتين في الاعتداء على الأشخاص وسرقة ممتلكاتهم والسطو على المزارع الفلاحية وسرقة مختلف المعدات، أين تم توقيف أفراد الشبكة الأولى المتكونة من 3 أشخاص متورطين في قضية سرقة معدات من مزرعتين فلاحيتين، فيما تم توقيف أفراد الشبكة الثانية المتكونة من 4 أشخاص في قضية سرقة ممتلكات خاصة تحت طائلة الاعتداء بالعنف باستعمال سلاح أبيض. عولجت هذه القضايا على إثر التدخل الفوري والفعال لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بكوينين بإشراك أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بوادي العلندا، مع استغلال عنصر الاستعلام وتكثيف البحث والتحري، أين تم تحديد هوية أفراد الشبكتين الإجراميتين المتكونتين إجمالا من 7 أشخاص مشتبه فيهم، أين سيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية فور الانتهاء من التحقيق؟